جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن عدد من الرجال، هل هم من المحارم أو لا؟ وأولهم ابن أخ الزوج. ليس من المحارم، لا أخ الزوج ولا أبناؤه ليسوا محارم لها. أخ الزوج هذا أجنبي منها، نعم، وأبناء أخ الزوج كذلك. من باب أولى. من باب أولى. إذن ليس بمحرم ولا يجوز الكف عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوج بنت الأخ. كذلك. زوج بنت الأخ، يعني لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها مع زوج بنت أخيها، وإن كانت عمة لها، وإن كانت عمة لها، إنما المحرم هو الجمع بين المرأة وعمتها، وليس معنى ذلك أن العمة تكون محرما لزوج ابنة أخيها. زوج الأخت كذلك ليس من محارمها، زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته، نعم، وإن كانت تحرم يحرم عليه الجمع بين الأختين كما قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فهي محرمة عليه ما دامت أختها في عصمته، لكن ليس هو من محارمها، نعم. زوج الخالة كذلك من باب أولى، زوج الخالة ليس محرما لبنت أختها، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.